مسكر هذا. السوبر ماركت من الان مسكر. خلص علي سوبر ماركتين وشفتش يعني؟ وعندنا البنت الجالكسي. قالت رح تطلع لنا تجيب لي الجالكسي ولا لا؟ رح اجيب لي الجالكسي وميه بارده كمان. ايوه عندك بس. يا رب تلاقي في ميه بارده. في ميه بارده. يلا سلام عليكم يعطيك العافيه سوري. السلام عليكم. يا ساتر. السلام عليكم. عم بلعب سلامتك. نايمة ولا صاحية؟ بسان؟ كيف حالك؟ بسان؟ كيف حالك؟ تعرفني مين أنا؟ أنا اللي طلعتك من تحت الدار. عرفتيني؟ بسان؟ أتذكرتيني ولا لا؟ نعم؟ علاء تذكرتيني؟ لسان شو وعدتك اني اجيب لك انا؟ مش اجيب لك جالكسي وميه بارده؟ هيني جبت لك اياهم. كنا قاعدين كلنا مع بعض في الغرفه نسمع اخبار، فجأة ما إجا فجأة إجا شعاع من الجنب هيك إجا وحرق لي حرق يعني جسمي منها، لأن أنا ساعتها حطيت إيدي على عيني وارتميت وارتمينا كلنا يعني القصف. أنا مش عارفة إيش مالي، مش قادرة أحكي لكم. نادت في الدار، كانت ماما تقرأ القرآن. كانت أختي دايما بحضن ماما، كانت أختي نرمين جنب ماما. يوميتها كان أخويا محمد على الكرسي، وأخت أخويا شيماء على التخت قاعدة، وأخويا أدهم كان نايم على التخت، وأنا كنت جنب مرت أخويا شيماء. يوميتها كانت مرت أخويا مرت إياد كانت طالعة هي وولادها. محمد وعمي راحوا صاروا يروحوا ويجوا على الشارع ويشوفوا الناس وهم يعني بيشردوا، ضلوا يروحوا ويجوا.
أو قعدوا إجا على الدار يعني وقعدوا يحكي لنا هلقيت نطلع بس يهدى الوضع شوي بس يخفوا الناس كمان إنه يعني كانت زحمة كتير الناس وهي بتجري كتير الناس اللي طلب أوعي صلاة واللي بتجري مسطورة مش مسطورة شباب مع بنات كانوا يجروا وعبرنا رجعنا قعدنا في الأوضة وقعدنا رجعنا نسمع أخبار وفجأة وإحنا نسمع الأخبار يعني ما شفت إلا إشي شعاع هيك من فوق إجا حرقني أنا ناديت ساعتها على محمد وغيبت يعني فترة بعدها شفت ضوء أحمر بعدها انقذت الدار ضلتني نايمة شوية بعدها صحيت لقيت حالي تحت الرد مش عارفين نرجع في البرية احنا احنا في شارع الناس اللي عنده طفل اللي عنده اطفال اللي عنده مصاب اللي عنده مريض اللي عنده مصيب اللي عنده مقعد يطلع يقول معايا بعد إعلان التهدئة طبعا ناس توجهت لبيوتها في حي الشجاعية لتطمئن على بيوتها تاخذ اغراض من البيوت وتطلع من ثاني امنت الناس في لحظة ما وصلت الناس الشجاعية ولبيوتها صار في اطلاق نار عليهم كثيف في ناس اتصابت وفي ناس استشهدت في اللحظة هذه المنظر اللي شفته قدامي ما كنتش متوقعه نهائيا ما توقعتش حجم الدمار يكون بالشكل اللي انا شفته رغم انه انا مواليد الشجاعيه ما عرفتش ملامح المنطقه انتهت الهدنه وما قدرناش نطلع الناس من تحت بيوتها لانه فيش عندنا امكانيات ولو في عندنا امكانيات الوقت اللي اعطوه لنا اليهود مش كافي تقريبا على 4:30 جانا اتصال انه في بيت مقصوف في حي السجعية واحتمال كبير يكون في سكان كان في يعني كتير تردد بين طواقم الدفاع المدني اللي شجع اللي عارض حتى الشباب الاسعاف تعاون الدفاع المدني كان في عندهم معارضة بشكل كبيرة لانه الصبح كان مستشهد زميلهم الصبح وكان هم متخوفين انه لو دخلوا لا سمح الله ممكن يصير قصف او شغله ثانيه عليهم يعني فبقول له انا يعني معقول طياره قصفاهم في الف 16 ولهم فتره مقصوفين معقول في ناس احياء قال لي والله اتصال اكيد انه في ناس احياء طب الوضع خطر وممنوع نمرق جوا وفيش تنسيق تحورنا شويه هيك يعني انه الوضع خطير وبدنا نخش على عتقنا يعني خشينا يمكن ما نرجعش ظلتني أطلب من ربنا يعني إنه حد يجي يسمعنا يطلب يسمعنا طلعنا من تحت الأرض
في حد ثاني يا جماعة؟ طيب يا اختي طيب طيب عايشين؟ طيب طيب طولوا واحد طولوا واحد عايشين الناس يا جماعة عايشين جميعا اتصل على الانقاذ الانقاذ اتصل وينه 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 شو جوا طيب 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 هيني طيب هيني طيب ما تخافيش هذا بدا تنسيق حاج بدا تنسيق هذا نسق نسق يا اخو نسق طولوا واحد يا اختي طولوا واحد يا اختي طولوا واحد انتوا بخير طيب هيني جايلكوا هيني جايلكوا عايشين الثلاثة يا عم عايشين الثلاثة عايشين هاي بتكلموا الثلاثة الحقونا بعرض الله هاي ما هاي ما هاي ما اه يا اخو وينهم اه يا ابا طيب يا حجة طيب قولي يا رب دير بالك شوية خليه يبعت عايشين هنا اقول له انتو مين هان؟ حاضر يما حاضر طيب يا حجة طيب مين اللي نجيبها؟ ابو علي يلا يما يلا يلا ابو علي تعال تعال اسمع تعال عشان نجيب كباش اطلع انا سمعت هذه كلمة الحقني يا اخو يعني نفسيتي تعبت يعني ايش بدنا نسوي هلقيت الناس للدار والناس تحت انا بدني قشعر ما قدرتش امسك حالي يعني انا ما بعرفش ايش اسوي اوقف الريكورد اشتغل معاه يعني اسعف لفينا من جوا نحن نتواصل نوصل للمكان اللي هي قاعده فيه فيش اي امكانيه حتى نشوفها بس نسمع صوتها انت اللي ضايله ولا مين معك عايش بنت صغيره وجوزك وثلاث ميتين اه يا حجي المنطقة هذه ممنوعة احنا خشين خطرين يعني احتمال يقصفونا قلت معاك احنا مخطرين زينا زيك بدنا نحاول نعمل تنسيق وهذه فاد هذه الفترة يعني رجع لي الأمل إني هني أنا بدي أعيش وأشوف الدنيا وأشوف الفضاء وأشوف العالم أرجع تاني بعدين حكى لي إنه يعني هني رايح أجيب حد ينقذك معي من رجعت برضو يقس التاني إنه يعني ممكن يروح ما يقدرش يجي إنه ممكن يروح وما يجيبش حد ممكن يجي وما يطلعونيش ممكن أكون في هذه الفترة يعني صار لي إشي انخنقت رجعت يقست شوية يعني وضلتني يعني أنادي حتى إنه يعني يضلوا عندي يضلوا هاني يساعدني لو بأشياء بسيطة لو يرفع الحجار طيب المرة يا ولد طيب بدنا نجيب كباش إحنا بنقول مش شيء هاي جاي الكباش خلينا بالتنسيق رسمي بنقابش القسمة كيف خبط إحنا كلمة انسحاب ممكن ترجع تاني يكون الإنسان اللي أنت انسحبت وبستنجد فيك يكون شهيد فهذا بتكون أنت يعني بتحس إنك أنت قتلته سحبوا اطلع يحضر كباش نسمع العنبور كباش بتجيبه وبتيجي ناس طيبين يا زلمه سحبوا بالشلحنه ممنوع نخش يا راجل اطلع امشي تعال استنى كباش بتكون مجتهد علي اطلع يلا يلا شرب 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 نزلت الزلمه بقى السلام عليكم مين معه؟ سبحان الله هذا هو الكباش، هذا هو الكباش
بقى الامر صعب جدا انه انا كيف بدي انسحب واسيب ناس في قلب الدار، لكن برضو انا واقفتي معرض للخطر لانه انا يمكن اموت لانه انا مارق من غير تنسيق على عادي. لا الاداره تاعتي بتعرف فيا اني مرقت ولا حدا بيعرف، انا مرقت من نفسي انا والشباب ارتجالي. السلام عليكم. يا عم اجى الكباش. في انت بس سمعت ان كباش واحد الشارع دي قال دوب كباش اللي يجي معاه. طب بينفع تنسيق نخش لها الدار ابو العبيد؟ تنسيق بينفع تنسيق ولا ما قال تنسيق؟ النزاز وين عند الشهداء لقدام؟ رحت انا فيش ولا بشر ولا فيش حتى حدا على الارض بنشي. شارع زار سكر الشارع الصغير هذا مسكر عند عطا سكر اللي مسكر الشارع. ابعت الكباش وشوف بركش بركب بدنا لنا تنسيق ولا شفت لنا حاجه. دار اياد ايش حبيبي يا عم الله يرحم ابوك الناس بتعفلوا تحت الدار. الله يرضى عليك. سلام عليكم. مشان الله ما تصير مشان الله يا عاجل. ما بحبش الحالات هذه انا. اتصلوا علي توه وقالوا لي اليهود رفضوا ان نرجع مع بعض وقالوا لي اوعى تروح غاد. اليهود رفضوا لك التنسيق تاع الصليب الاحمر. تم علينا الانقاذ بس نستعجل في الانقاذ. احنا الكباش جاي ماشي صح يا عمي ماشي. سلام سلام. وصلنا المكان غاد لقينا الهلال الاحمر غاد. حاولنا نخش الباجر فالباجر ما قدرش يمرق فكان عندنا توتر شديد جدا لانه كانت يعني قرب المغرب انه يؤذن فما قدرناش نوصل للناس. كان في خطر كثير وكنت انا شايف القلق هذا والخوف هذا في وجوه الشباب تاعون الدفاع المدني والمسعفين. اصبر بالله يا شباب يا شباب سيبكم منه. فيش فتحة من ورا من عندهم مثلا؟ هذا كشاف يا اخوي بس انا بدي احنا هاي 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 الناس هنا. والله اسمع اطلع لباغا شوي صغير عشان بدناش احنا لا سمح الله يصير هيلة. انا كنت طبعا في مكان مظلم زي تقريبا قبر يعني زي كأني مدفونة عايشة ومش عايشة يعني فيش إلا إنه نتفت خروج بسيط 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 جدا يعني اللي كان مبين. كل ما أحاول أحس حالي إني انخنقت يعني ومش قادرة أتنفس أرفع حالي إني ألاقي شوية هواء إنه يرجع لي يعني أتنفس.
ارفع حالي بعدين ارجع تاني على مكاني. خلاص ايوه ارفعني. ليش ما بديش تقول له؟ بديش اقول له نهجك تحت. لما نشوف مين العايش ومين الطيب. احنا توقعنا انه احنا خلاص وجدناهم موجودين في يعني بيننا وبينهم ما فيش حاجز، لكن اتضح لنا انه في حاجز كبير بيننا وبينهم. ظلام، خطوره، الوضع كان كثير صعب، حتى لما دخلت جوا كان اخطر واصعب واكبر، اكبر خطر طبعا. قعدنا يمكن ساعه واحنا بنحاول احنا نطلع فيهم، كل دقيقه انه ممكن احنا ننقصف وما نطلعش لا احنا ولا هم. اللي يجيب منشطه في نفس الوقت برضه بمزعش يا عم هذا. حاول في عمل يجيب منشطه بس. هاي نفسك شايفاني؟ شايف الكشاف؟ يلا يا بسان انا صراحه انا صراحه بسان. زياده بتتحرك يا بسان. زياده بتتحرك. صار محمد ينادي علي ويحكي لي ارفع الحجار عني يا شيماء، ارفع الحجار عن رجلي برجلي بجعوني. وبسنة تنادي علي يا شيماء بدي أشرب، ارفع الحجار عني ساعديني عشان أجي أساعدك يا شيماء، ساعديني سيبي دانا وارفع عني الحجار. وبسنة تحكي لي شيماء أمانة عطشانة شربيني. وأنا محتارة يعني أنا زي زيهم تحت الأنقاض ومش قادرة لا أنقذ محمد ولا أساعد بسان. حتى حاولت إني أضحي بالجنين اللي ببطني وعصيت عليه وإني أنزل من تحت الشباك ما فيش وسع كان. أي ضربة يعني قريبة كانت على البيت كنت أحس إنه السقف بينزل أكتر، يعني الخوف صار يزداد أكتر، خوفي مش على نفسه بس، على اللي موجودين اللي في آخر أنفاسهم. نسحب الباب هذا تقدروا تسحبوه الباب. نسحبه يا عم اسحب اسحب هات. ايوه صلاح يلا صلاح هذا ضرفه شغله بسيطه بتقتلنا كلنا. الباب هذا يا اخوي عارف يمكن هذه اللي لقيت كل الدنيا هيني والله بحاول هيني بحاول. في هذه الفتره صرت انا صرت احكي له يعني طلع محمد، وصرت احاول اساعدهم اطلع من الجبال الحجار ولادة ازوق معهم وانا تحت الحجار اني اوسع انه يطلعوه. يعني اي شواكيش بدك يابا؟ ها 2 كيلو شاكوش. هات هات شاكوش كبير بجاوب احسن. تفضل يا وينه خذ وهي كمان واحد احسن منه. توكل على الله. خذ ابو كيلو شاكوش. هات هات شاكوش. هات هات شاكوش كبير بجاوب احسن. تفضل يا وينه خالد؟ وهي كمان واحد احسن منه. توكل على الله. يعني عمري ما شفت انسان من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5:30 طبعا وقت كبير كثير. رقبته متنية بشكل العكفة وبيتنفس في آخر أنفاس. فصرت أطلع فيه شوية شوية حضنته لمحمد طبعا من تحت ايده وبجنبي وصرت اسحب حالي لبرا، يعني ان احنا الاثنين صرنا واحد بشكل واحد. سلمته للشباب طبعا وامنته لاخر ما طلع من الثغره اللي انا دخلت منها. استنى استنى يا محمد استنى اتحملني. شباب جهزوا لي حالكم جهزوا حالكم. الله الله عشان تشغل حالك استنى بخيم سن سن مفعل اصلا الحجر هذا خليه يقعد مكانك عشان يسحب من قلبه. قوم لف حالك لف حالك بالي لف حالك لف حالك ايوه لف حالك وجهك عليه وجهك عليه. يلا روح يلا بعلته بالراحه بالراحه شباب بالراحه. ساعد من جوا انت ساعد من جوا ساعد من جوا. روحك روح 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 اسحب بدك اسحب بدك ايوه يلا اسحب يلا 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 يل
يا واد 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 امسك راس يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يلا شباب ايوه ايوه هو هو على راسه هو على راسه حطوا له اكسجين على السريع يا جماعه اكسجين بالعجله يلا اطلعوا اطلعوا على السريع اطلعوا يلا روح معه حطك سجين حطك سجين حطك سجين عنده هات لك سجين بعت لي الاكسجين هاي يلا يا اخي يلا يا اخي كان طبعا وضعيه شيماء بشكل لا يوصف كان عمود بطون وشباك حديد والركام برضه كان عليها وكان جثه اللي هو واحد سموه لي يا الشباب اللي كانوا موجودين حتى أنا سألتها مين هذا اللي على رجليك قالت أدهم على رجليه مش قادرة أتحرك قلت لها عايش ولا ميت قالت لي مش عارفة بس هو متلج فحصت النبض كان تلج كان ميت من لحظتها وهي كانت بتصرخ في نفس الوقت طلعني طلعني وطلع البنت هات لي ايش غطى راسها هات ايش غطى راسها يا جماعه خذ خليها تتفتح يلا خذ هاي خذ ماشي خذ اكسجين افتح لي الاكسجين خذ يا عصام انت هاد شغل اكسجين له شغل له كيف بيشتغل ما بعرف كيف بيشتغل هي استنى استنى لا 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 هو على الخشب طب ماشي 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 وين ايش وين الشيء هسه امسك اعطي له واحد يوسع فيه هذا بسم الله شو ايش يا عم الحمد لله على سلامتك يا الله اكسجين الفيلم استعجلهم ان شاء الله تستعجلهم شبه كبيرة شباب بتستخدم هذه بنت صغيرة هذا الله يقول سنة خلق هذا جاء وده كمان جك الزيت وده كسب هذا حطه تحتيه هات وده كمان جك الزيت في الطريق بناش اشي تحتيه هات 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 يا شيماء بسمع 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 انت اصيله ايش بتحدث معها ماسكها هو الصح انه يتحدث معها هي بضل هي جنبك بالله صمت دقيقه يا شباب صمت دقيقه فصرت ناقم في البنت صرت اقول لها صايمه انت تقول لي صايمه بدي اشرب ميه في اللحظه هاي انا حكيت لها انه انا راح اجيب لك ميه واجيب لك شوكولاته واللي بدك اياه بس المهم ان انت تطلع معايا بسلام صرت افحر في اللحظه هاي توصلت يعني طرف اصابعي رجليها صرت انمنم فيهم صارت تضحك اطمنت بزياده عرفت انه الحمد لله رجليها ما فيش فيها اي شيء قلت لها شو اسمك انت اليوم حكت لي بسان حكت لي انا اسمي بسان قلت لها طب امبارح صارت تحكي لي بسان فانا صرت اقرب عليها اكثر فحكت لها في يعني ارفع ايدك اشوف ايدك اليمين انا مش شايف ايدها
ولكن صرت إن أشجع فيها أكثر. صارت ترفع في حالها، ضويت عليها في الكشاف. في اللحظة هاي حكيت لها بدي إيدك اليمين وإيدك الشمال، حطيه مع رقبتي عشان أطلع أنا وإنتي. إذا ما إذا تركتي إيديكي رح نضلنا نحن التنين موجودين. فحضنتني البنت، صرت في لحظتها أزحف لورا لأن المكان ما بسمحش إلا لشخص واحد إنه يطلع منه. صرت هلقيت أنا إيديها على رقبتي وإيدي تحت جسمها طبعاً، ونسك جسمها في جسمي، وصرت أزحف بإيد واحدة لورا لحد ما طلعت وصرت أقول العروسة طلعت. طلعت العروسة. تمام؟ هذه جريمة. هذه يلا اطلع يلا وراك امشي امشي روح. شوف الكشاف. ليش متحمل؟ أنا هم طلعونا قبل ماما وبابا. أنا مرت أخويا شيماء قبل مرت أخويا شيماء عاد طلعوا العايشين. أنا ومرت أخويا شيماء وأخويا محمد. أبا عصام يلا يا ريت نطلع بسرعة. يلا روح توكل على الله. هلا على الليل وتطول. والله بسيطة بسيطة. وحده أرض وحده أرض وحده أرض. ليش ماك؟ خير ان شاء الله. لسان حد يجيب لها شغلات وما يسرق ان شاء الله. سيما لسان كيف حالك؟ طب احكي معي يا عم، احكي معي يا كمان. طب اعمل ايش فيها؟ ايه لسان. طب خذ اكسجين. لسان ايش في اكسجين؟ في الشيل لسان. أنا مبسوطة كثير إني شفتك، وإنتي؟ إنتي مبسوطة؟ كثير؟ طب ليش علينا هيك؟ راح أجيب لك المية الساقعة بس اسكت يا رب. يا رسام؟ أجيب لك مية ساقعة وشو بدك كمان؟ شوكولاتة؟ إيش ناحة؟ شو ناحة يا رسام؟ عادية ولا جالكسي أجيب لك؟ والله عينيا الثنتين أجيب لك كرتون الجالكسي. طيب؟ بدك تشوفي عمو علاء اللي طلعت؟ تتنطط والله ما تتنطط والله العظيم. روحي لين كم بسان عندنا؟ هاي بسان؟ كم بسان وين؟ كم واحدة عندنا؟ يا عيني عليكي. بس بعد اذنك شوي لو سمحت. لا 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 بس بعد اذنك شوي لو سمحت. جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. معنا أيضا دمون الآن مدينة غزة وليه باب التطورات المدنية. نعم أيضا السلام عليكم. Thank you.
كانت في جثة بس ما قدرت لأن الباطون كان ضاغط بشكل مش طايل. ثلاث تيك وثلاث انفار. أنا اللي شفته عمر سنتين. في طفلة محضونة. أيوة هي هذا الطفل. هذه محضونة ميتة. إيه؟ تأكدت إنها متوفية. طيب اللي حضنها إيه اللي الأم صحيح. إيش وضعها؟ هذه برضو متوفية. أكيد. أكيد لأنه أنا اللي كنت داخل من تحت وشفت كل الحدث. دانا بنتي عمرها سنة وشهر كانت قاعدة في حضني وحتى قبل ما تنزل من حضني صارت تبوس في إيديا وتبوس في إيديا بعدين نزلت من حضني وزحفت عند ستها ونرمين وصارت تلعب هناك. تطلع من المستشفى. بدك تطلع من المستشفى؟ وايش بدك تطلب كمان؟ ايش بدك اجيب لك؟ عروسة. وايش كمان؟ تغني وتنام وتعيش وتمشي. وايش كمان طيب اجيب لك؟ يولي الزرار. هذا زي تمانية التماثيل. زي تمانية التماثيل؟ وايش كمان بدي اجيب لك؟ اخلي لينا تجيب لك ايش كمان لينا؟ شنطة مكعبات. شنطة مكعبات بدك يا حبيبتي؟ بيسان؟ بدك تاكلي؟ لا اواعي العيد. بدك اواعي العيد؟ ايش صار معاكم انتوا في قلب الدار؟ وين ماما وبابا كانوا؟ وين ادهم كان؟ مش في الدار. ادهم وين هو ادهم؟ ادهم طالع. ادهم طالع؟ محمد؟ وشيماء؟ وين شيماء كانت؟ كانت تحكي يا ناس يا عم انقذونا. كان هدف انه محمد ينقذوه يعني. بما انه كمان هو اكتر واحد كان متألم يعني. استشهد من العيلة ماما وبابا وأخويا أدهم وأخويا محمد بنت أخويا دانا أخويا محمد دانا وأختي نرمين. كل هذول استشهدوا؟ ستة. مرات بيجي لي يعني فكرة إني أسميه اسم محمد علشان إنه يعني يكون محمد ويكون اسمه موجود معنا.
يلا احسن اسمه محمد. توكل على الله سميه محمد. محمد واسم الرسول محمد. هو يعني محمد عبد الرحمن كله خير. محمد عشان يحيى برضه اسمه. هو الولد ان شاء الله بكره بكبر وتفرح فيه وسمي عبد الرحمن. توكل على الله. خلاص سميه محمد وان شاء الله بيكبر هو بيسمي على اسم اللي كان ابوه نفسه فيه. الصديق الوفي. الصديق الوفي. صديقي أنت في مقلي. صديقي أنت في مقلي. أراك بأجمل الحلل. أراك بأجمل الحلل. ماما كانت تبسط لي شعر صحيني من النوم وتحط لي الشبرة. وكانت تدرسني تحممني. مرت أخويا ليت بتدرسني وتبسطني وتحممني وتلبسني. هؤلاء أيتام لا معيل لهم. إيش يعني معيل؟ منفق. كان الدخان يتخلل لحيته. إيش يعني يتخلل؟ يدخل فيه. خرج أمير المؤمنين متنكرا. إيش يعني متنكرا؟ متخفية. اضحك يلا يلا نروح نزور بابا. بدك تروح؟ إيش حلو. يلا اضحك. حمود. هي حمود. حمود تعال نروح ندخله. دارة كان فيها بوفيه فيها كوبايات وصحوت. كان في مطبخ وحباب وطاط واحدة يا ابني وابوي واحدة إلي وانا واختي نرمين واحدة اخويا ادهم واخويا عماد. احلى بيسو يا نكيف اليوم ننبسط. ما بيسو الحلوة ما بيسو الحلوة. ضايلة بتحاصة وين بدنا نروح؟ بعد ما خلصت الحرب ارتبطنا وياسر بشكل أكبر وصرنا أصحاب أكثر. فاتفقنا أنا وياسر إنه نطلع بيسان من الجو اللي هي كانت عايشة فيه، لأنه هي مرت بمرحلة كتير كتير صعبة، فبدنا نخفف عنها ونرفع عنها قلل قليل من اللي كانت تشوفه. يلا. تطلع من صحيح حمود؟ تسلم.
فينا نتعب فيه. طيبين. نرجع يا